أبغى أعرف إيه سبب اختيارك للأرطغرل؟ بصراحة لأني حسيت عنده يعني تشكيلة مختلفة كتير، يعني تخليكي تحتاري أصلاً كمان إنك تروحي عند أي حد تاني. بصراحة أنا لما دخلت فعلاً عجبتني كذا حاجة مش حاجة واحدة، فبصراحة كان ذوقه كذوق كفانيشنج كستايل كل حاجة فيها عجباني. وإيه رأيك في الديزاين؟ بصراحه الباشمهندس احمد علي ومحمد علي ذوقهم حلو جدا في الديزاين، الكواليتي جميله جدا، المتانه حلوه جدا. انا حاسه بصراحه ان انا مبسوطه، يعني نفسي في الكتاب. بس كان عندي قرايبي من يومين قلت لهم على الارت هاوس، احب ارشحه جدا بصراحه. وانا لو كمان لو في يوم من الايام رحت مكان اكبر او رحت مكان تاني برضو هرجع الارت هاوس. تعالي نتكلم لما الناس جابت لك الاوردر، كان شغلهم نظيف وسمعتي صوتهم ولا كان عاملين ازعاج؟ بصراحه هم ابهروني، هم طلعوا في ثواني، يعني كاني في خليه رحله عمل في الشغل في البيت، كانت جميله جدا. هم اللي ظبطوا لي كمان، هم اللي قالوا لي نحط فين ونعمل ايه وفتحوا لي ازاي، ما خلونيش امد ايدي في اي حاجه. بصراحه كانت بجد بجد كانوا حلوين جدا. لمت ندي قوتنا علشان كده دايما ناجحين مع بعض، واحنا طول العمر مكملين.